فوز آخر. الكرة بتصل الآن إلى سانشيز، يلعب لك كرة إلى كارلوس أوغوستو، أوغوستو إلى باستوني. الكرة العرضية حلوة 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 يا عيني، يا سلام يا سلام، في يوم التأسيس الإنتر لا يخسر، الإنتر لا يتعثر، الإنتر من أجل الانتقام يسجل الآن الأول، والفرحة لم تكتمل. الفار ماذا تحدث؟ الآن الهدف يسجل للإنتر، الهدف يسجل نعم للإنتر. هذه الكرة، هذه المحاولة، سلسلة من التمريرات، باستوني من ظهير إلى ظهير. الإنتر الآن هو الظاهرة الجميلة في هذا الموسم، الظاهرة الجميلة في هذا الموسم. يسجل الآن هدف بالرأس في شباك بولونيا في مباراة الانتقام في يوم التأسيس لهذا الكيان العظيم هنا في ريناتو دالارا. يسجلون أول الأهداف. الصغير الأسمراني الألماني يجد الحل في شوط المباراة الأول.